السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سوف نبدأ الوحدة الثالثة حول وحدات قياس الحجم والسعة، المتر المكعب مضاعفاته وأجزاؤه. إذن سوف نبدأ بالصفحة 50. لنأخذ الصفحة 50. التمرين الأول: المجسمات أسفله مكونة من تجميعات لمكعبات لها الحجم نفسه. ألف: أقارن بين عددي المكعبات في الجسمين A و B. أي مجسم من المجسمات A و B و C له أكبر عدد من المكعبات وله أكبر حجم؟ إذا هنا يدك المكعبات كنديرو على هاد المكعبات الصغار هادو. إذا إلا بغينا نقارنو ما بين عدد المكعبات ديال المجسمين A و B، نقدرو نقارنو غير بعينينا بلا حساب. هنا كيبان لينا بلي هاد المجسم A B عنده مكعبات أكثر من المجسم A، كيبان لينا بلي راه B أكبر من A. إذا نقدرو نقولو بلي ألف عدد المكعبات التي يحتويها المجسم B أكبر من عدد المكعبات في مجسم A. ثم قال لك أي مجسم من المجسمات A و B و C له أكبر عدد من المكعبات وله أكبر حجم. هنا خصنا نحسب عدد المكعبات كل مجسم. كي غنديرو نحسبو بحال دابا هنا نمشيو للمجسم A، غادي نحسبو عدد المكعبات ديال كل طبقة بوحدها. عندنا جوج ديال الطبقات، الطبقة الأولى فيها ثلاثة المكعبات هنايا وثلاثة المكعبات من الجهة الأخرى. عندنا جوج ديال الصفوف، كل صف فيه ثلاثة المكعبات، يعني ثلاثة بجوج هي ستة، ستة في الطبقة الأولى وستة في الطبقة الثانية، يعني المجموع هي 12. مجسم A فيه 12 مكعب. مجسم B عندنا الطبقة الأولى فيها واحد جوج ثلاثة مضروبة في واحد جوج ثلاثة أربعة، ثلاثة في أربعة هي 12. الطبقة الأولى فيها 12 والطبقة الثانية فيها 12، يعني في المجموع عندنا 24 مكعب. مجسم B فيه 24 مكعب. مجسم C عندنا الطبقة الأولى فيها واحد جوج ثلاثة مضروبة في جوج، يعني الطبقة الأولى فيها 6 مكعبات. الطبقة الثانية فيها واحد جوج مضروبة في جوج، جوج صفوفة، يعني فيها 4 المكعبات. والطبقة الثالثة فيها غير جوج مكعبات، يعني إلا جمعناهم 4 و6 هي 10 وجوج هي 12. يعني إلا مجسم من مجسمات A و B و C عنده أكبر عدد من المكعبات هو A و B واللي فيه 24 مكعب. إذا غادي نقولو بلي المجسم B هو الذي له أكبر عدد من المكعبات هذا هو السؤال الأول. غنتقلوا للباء: ما المجسم الذي عدد مكعباته يساوي عدد مكعبات المجسم C؟ إن هو المجسم اللي عنده نفس عدد المكعبات ديال المجسم C. إلا لاحظنا هنايا المجسم C فيه 12 مكعب والمجسم A فيه 12 مكعب، يعني العدد المجسم اللي عنده نفس عدد المكعبات ديال المجسم C هو A. كتبوا باء. المجسم نكتبو المجسم A هو الذي عدد مكعباته يساوي عدد مكعبات
المجسم السي. دابا غادي ننتقلوا للسؤال جيم. جيم، من بين المجسمات أسفله اكتب اسم المجسم الذي له حجم مجسم بي. اذا خصنا نمشيو نحسبوا عدد المكعبات ديال المجسمات دي و او و اف. بالنسبه للمجسم دي عندنا الطبقه الاولى فيها 1 2 3 4 5 6، 6 مضروبه في 2 يعني الطبقه الاولى فيها 12 والطبقه الثانيه فيها 12، المجموع ديالهم هو 24. كتبوا هنا المجسم او. عندنا الطبقه الاولى فيها 2 مضروبه في 2 هي 4، الطبقه الثانيه فيها 4، المجموع هو 8. والمجسم اف عندنا الطبقه الاولى فيها 5 مضروبه في 2 هي 10. كتبوا هنا الطبقه الثانيه عندنا الصف الاول فيه 5 والصف الثاني فيه غير 4، حيت هنا عندنا واحد الفراغ، هو كيبان لينا هنا واحد الفراغ في القنت، يعني عندنا الصف فيه 5 والصف فيه 4 هي 9. دوزو الطبقة الثالثة، الطبقة الثالثة فيها غير 1 2 3، 3 المكعبات. الطبقة الرابعة كذلك 3 المكعبات، الطبقة الخامسة حتى هي 3 المكعبات، والطبقة الأخيرة فيها مكعب واحد صافي. يعني إلا جمعناهم غادي نلقاو 10 19 20، غادي نلقاو 23 مكعب. إذا شكون هو المجسم، شكون هو المجسم اللي عنده نفس حجم مجسم بي اللي عنده 24 مكعب والمجسم دي عندهم هادو 24 24 بحال بحال. اذا غادي نجيو نقولوا باللي المجسم الذي له حجم المجسم بي والمجسم قلنا هو المجسم دي والمجسم دي اذا غادي ننتقلوا للتمرين الثاني. السنتيمتر المكعب الواحد هو حجم مكعب قياس طول حرفه 1 سنتيمتر. اذا هنا عطاونا التعريف ديال 1 سنتيمتر مكعب. 1 سنتيمتر مكعب هو قالوا لنا بلي هو واحد المكعب اللي الطول ديال الضلع ديالو 1 سنتيمتر. لملء علبة مكعبة قياس طول حرفها 1 ديسيمتر استخدمنا المكعب 1 سنتيمتر مكعب كوحدة لقياس الحجم. اذا قالوا لنا بغينا نعمر واحد العلبة مكعبة ولكن القياس ديال الطول ديال العلبة هو 1 ديسيمتر. هاد العلبة هادي بغينا نعمروها بهاد المكعبات ديال 1 سنتيمتر مكعب. ولاحظ أجيب عما يلي: ألف، عدد المكعبات في كل صف. إذن غادي نجيو هنايا غادي نحسبو عدد المكعبات في كل صف. غادي نلقاو بلي عندنا 10 ديال المكعبات بالضبط في كل صف. علاش 10 بالضبط؟ حيت واحد ديسيمتر راه هو 10 سنتيمتر، يعني هنايا عندنا عدد المكعبات في كل صف هو 10. ب، عدد المكعبات اللازمة لتكوين طبقة. إذا لتكوين طبقة عندنا عدد المكعبات اللازمة هو غيكون عندنا هو 10 في 10، عدد المكعبات في عدد الصفوف هو 10 في 10 اللي هو 100. باش نصايبو طبقة كاملة خصنا 100 مكعب. ج، عدد الطبقات اللازمة لملء العلبة. عندنا العلبة شحال فيها من طبقة؟ غادي نحسبو المكعبات اللي كاينين هنايا، تما غادي نلقاو 10 نيت، عندنا 10 ديال الطبقات في العلبة. د، عدد مكعبات 1 سنتيمتر، عدد مكعبات 1 سنتيمتر مكعب في علبة 1 ديسيمتر مكعب. إذا إلا بغينا عدد المكعبات اللي غيكون في العلبة كاملة، غادي يكون هو عدد المكعبات اللازمة، عدد المكعبات ديال الطبقة في عدد الطبقات اللازمة. غادي يكون هو قلنا هو عدد المكعبات اللازمة لتكوين طبقة، غنضربوه
في عدد الطبقات اللازمة لملء العلبة، يعني هو 10 في 100، 10 طن هي 1000. يعني هاد العلبة هادي اللي فيها 1 سنتيمتر مكعب اللي بغينا نعمروها غنحتاجو 1000 مكعب ديال 1 سنتيمتر مكعب. اذا هنا قال لك اكمل هادي 1 سنتيمتر مكعب شحال كتساوي من سنتيمتر مكعب. اذا حنا لقينا باللي 1 سنتيمتر مكعب باش نعمروه خاصنا 1000 سنتيمتر مكعب، يعني 1 سنتيمتر مكعب هي كتساوي 1000 سنتيمتر مكعب. الهدف من التمرين كامل كان هو القول العلاقة ما بين ديسيمتر مكعب والسنتيمتر مكعب، بينا باللي 1 ديسيمتر مكعب هي 1000 سنتيمتر مكعب، وهاد العلاقة هادي خصنا نعقلو عليها، نقدرو نخدموها في التمارين يحتاجوها من بعد. إذا ننتقلو للتمرين الثالث، ولاحظ وضع الصناديق في الحاوية. ألف، أكتب عدد الصناديق في كل صف. إذا هنايا عندنا هذا هو الصندوق، غنحسبو شحال كاين من صندوق في كل صف. هنايا عندنا هذا هو الصف، في 1 2 3 4 5 6 7. إذا الصف في 7 ديال الصناديق، عندنا الصف في 7 ديال الصناديق، يعني الجواب ديال السؤال ألف هو 7، 7 صناديق. السؤال ب، أحسب عدد الصناديق في كل طبقة. عندنا إذا بغينا نحسب عدد الصناديق في كل طبقة، غنجمع الصف الأول مع الصف الثاني مع الصف الثالث. حنا قلنا بلي كل صف في 7 ديال الصناديق، يعني 7 نزيدو على 7 نزيدو على 7 هي 7 × 3 هي 21. يعني كل طبقة فيها 21 صندوق. ندوزو السؤال جيم، أحسب عدد الطبقات. عدد الطبقات غادي يكون هو الارتفاع النيت. عندنا هنا الارتفاع هو 1 2 3، يعني عندنا 3 طبقات، يعني عدد الطبقات هو 3 طبقات. السؤال د، احسب عدد الصناديق في الحاوية كاملة. اذا هنايا باش نحسب عدد الصناديق في الحاوية كاملة غادي نديرو كيما درنا في التمرين الثاني، وغادي يكون هو عدد ديال الطبقات اللي عندنا اللي هو 3 مضروب في عدد الصناديق في كل طبقة، هي 3 في 21. 3 في 21 اللي هي غتعطينا 63، 63 صندوق. يعني في الحاوية كاملة عندنا 63 صندوق. السؤال الأخير ها، باعتبار الصندوق في وحدة لقياس الحجم. الصندوق في هو هذا، قال لك هذا الصندوق في غادي نعتبروه وحدة لقياس الحجم. احسب قياس حجم الحاوية بالوحدة للمتر المكعب. اذا حنا شنو قلنا؟ قلنا بلي الحاوية هذه كاملة شحال فيها من صندوق؟ فيها 63 صندوق، وكل صندوق شحال الحجم ديالو؟ متر مكعب. كل صندوق الحجم ديالو هو 1 متر مكعب، والحاوية فيها 63 صندوق. يعني الا بغينا نحسبوا الحجم ديال الحاوية كاملة غادي يكون هو 63 متر مكعب. حيت بكل بساطة الحاوية فيها 63 صندوق، وكل صندوق الحجم ديالو هو 1 متر مكعب. إذا غندوزو للتمرين الرابع، أفرغ ناقنينة مملوءة ماء قياس سعتها 1 لتر في إناء على شكل مربع حرفه الداخلي 1 ديسيمتر، فامتلأ الإناء كله ماء. إذا خدينا واحد القنينة عامرة بالماء فيها 1 لتر ديال الماء، وخويناها في واحد الإناء على شكل مكعب اللي حرف ديالو الداخلي هو 1 ديسيمتر، هذا كيساوي 1 ديسيمتر. ألف، أحسب قياس سعة الإناء بالديسيمتر المكعب. حنا عرفنا سابقا باللي إلا كان عندنا واحد المكعب اللي الضلع ديالو هو 1 ديسيمتر، الحجم ديال المكعب كامل غادي يكون هو 1 ديسيمتر مكعب. إذا الحجم ديال هاد الإناء هذا غادي يكون هو 1 ديسيمتر مكعب. كتبوه هنايا
واحد ديسيمتر مكعب، هذا هو الحجم ديال الإناء. السؤال باء، أحسب قياس سعة الإناء باللتر وأكتب ما يعبر عن ذلك. حنا ياخدينا واحد القرعة ديال الماء فيها واحد لتر، وملي كبينا في إناء عمر كامل، يعني هذا الإناء هذا كيهز واحد لتر، يعني قياس سعة الإناء باللتر هي واحد لتر. وأكتب ما يعبر عن ذلك. حنا قلنا باللي الحجم ديال الإناء كامل هو واحد ديسيمتر مكعب، ولقينا باللي السعة ديال الإناء هي قياس واحد لتر. علاش كيعبر هذا الشيء؟ يعبر هذا على أن، علاش كيعبر هذا الشيء؟ كيعبر باللي واحد لتر راه كتساوي واحد ديسيمتر مكعب. حيت بكل بساطة الحجم ديال الإناء كامل هو واحد ديسيمتر مكعب، والسعة ديالو هو الحجم ديال واحد ديسيمتر مكعب، وكيهز لينا واحد لتر، يعني واحد لتر راه كتساوي واحد ديسيمتر مكعب. حنا دابا شنو درنا في التمرين؟ ربطنا ما بين السعة وما بين الحجم، لقينا علاقة ما بين اللتر وما بين ديسيمتر المكعب. إذا السؤال جيم، كم نحتاج من إناء مملوء ماء لملء سطلين قياس سعته 10 لتر؟ إذا قالوا لنا شحال غنحتاج من إناء بحال هذا باش نعمر واحد سطل اللي قياس السعة ديالو هي 10 لتر؟ إذا غادي نحتاجو 10 ديسيمتر مكعب، حيت قلنا باللي كل لتر هو 1 ديسيمتر مكعب، يعني 10 لتر هي 10 ديسيمتر مكعب. يعني شحال كم نحتاجو من إناء مملوء؟ نحتاجو 10 أواني. غنحتاجو 10 ديال الأواني باش نعمرو فوق واحد السطل اللي قياس السعة ديالو 10 لتر. إذا ندوزو للتمرين الخامس. لدينا وعاء قياس سعته 6.5 ديسيمتر مكعب. نريد أن نصب فيه قنينات مملوءة زيتا. قياس سعة كل واحدة منها على التوالي هي 1750 سنتيمتر مكعب، 1.5 لتر، 1 ديسيمتر مكعب، 22.5 ديسيلتر. هل يكفي ما بهذه القنينات من زيت لملء هذا الوعاء؟ إذا إلا بغينا نعرفو واش الزيت اللي في هاد القنينات يكفي لملء هذا الوعاء، خاصنا نديرو المجموع ديال كاع هاد ديال قاعد السعات هادو، ونشوفو واش كتكفي ولا ما كتكفيش. إذا خاصنا نحسبو، جيو هنايا. إذا خاصنا نحسبو 1750 سنتيمتر مكعب، نزيدو عليها 22.5 ديسيلتر، غنزيدو عليها 1 ديسيمتر مكعب زائد 1.5 لتر. ولكن خصنا نتابعو هنايا، عندنا الوحدات ماشي بحال بحال، حنا عندنا سنتيمتر مكعب، ديسيلتر، ديسيمتر مكعب، لتر. اذا قبل ما نديرو المجموع ديالهم ومجموع دوك الارقام، خصنا نحولوهم شويه على نفس وحده كاملين. غادي نحولوهم كلهم ديسيمتر مكعب. اذا غادي نحاولوا نردوهم كاملين بالديسيمتر مكعب باش نقدروا نجمعوهم مع بعضياتهم. باش نحولوهم كلهم ديسيمتر مكعب غنستعنوا بجدول التحويلات. هنا عندنا 1750 سنتيمتر مكعب، نجيو هنا الجدول غادي نديرو 1750 سنتيمتر مكعب، 0 5 7 1، هاهي 1750 سنتيمتر مكعب. بغينا نحولوها لديسيمتر مكعب، يعني كنجيو هنا وكنديرو الفاصلة، هي 1.750. القيمة الثانية عندنا 22.5 ديسيلتر،
غنشوف هذا الجدول هذا الصغير، عندنا هنايا 22.5 ديسيلتر، غنجيبو الديسيلتر غنديرو 22.5، بغينا نحولوها لديسيمتر مكعب. حنا في التمرين الرابع بينا باللي 1 لتر هي 1 ديسيمتر مكعب، يعني إذا بغينا نحولوها 22.5 ديسيلتر بغينا نحولوها ديسيمتر مكعب خصنا نحولوها لليتر، حيت الليتر راه هو نفسه الديسيمتر مكعب. عندنا 1 لتر كتساوي 1 ديسيمتر مكعب، يعني غنجيبو الفاصلة هنايا غتولي عندي 2.25 لتر، يعني غادي يجيو لنايا شنو ولا عندنا، قلنا ولات عندنا هنايا 1 فاصلة، هادشي غادي يولي 1.750 ديسيمتر مكعب. غنزيدو عليها هادي قلنا ولات عندنا هي 2.25، غتولي هي 2.25، 2.25 لتر، والليتر هو ديسيمتر مكعب، يعني 2.25 ديسيمتر مكعب. غنزيدو عليها 1 ديسيمتر مكعب، ما غاديش نحولوه حيت هو اصلا ديسيمتر مكعب، زائد 1.5 لتر، وقلنا الليتر هو ديسيمتر مكعب نفسه، يعني هادي غنردوها هي 1.5 ديسيمتر مكعب. دابا الى لاحظنا، نحيدو الجدول، الى لاحظنا ولو عندنا كلهم نفس الوحده، ديسيمتر مكعب ديسيمتر مكعب ديسيمتر مكعب ديسيمتر مكعب، نفس الوحده كاملين، يعني دابا نقدروا نديروا المجموع ديالهم، نقدروا نجمع بعضياتهم. الى درنا المجموع ديال هادو كاملين شحال غادي نلقاو؟ غادي نلقاو هي 6.5 ديسيمتر مكعب. هما شحال عطاونا؟ عطاونا 6.5 ديسيمتر مكعب، لقيناها نفسها. شنو كيعني هادشي؟ هادشي كيعني بان هذاك الزيت اللي عندنا راه يكفي لملء هذا الوعاء. نكتبوه هنايا، نقولوا ما بالقنينات، ما بالقنينات من زيت يكفي لملء هذا الوعاء. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة، إلى اللقاء.